تيوز جيمينكس وين شباب نلعب لعبة ببجي. الشباب معانا ياسين، اضغطوا لايك يا شباب واشتركوا في القناة. شباب لو وصل الفيديو ده 9 لايك او 10 لايك او اكتر من 10 لايك هتشوفوا السيت اب بتاعي. والشباب عايز انا بتحداكم تحدي قبل الشهر 4 عايزين نوصل 100 ايه يا سي؟ مشترك 100 ايه؟ مشترك. ايوه 100 مشترك. يلا بينا ندخل نلعب سكواد. سكواد سكواد ضد سكواد. سكواد ضد سكواد. ثانية يا شباب احنا نسخن بقى، ندخل جيم تحديات كده. هندخل ده نسخن بيه وبعد كده ندخل الجيم الاسطوري اللي هيجي دلوقتي. انا ياسين انت تعرف انا في جيم عملت فيه شغل لما قلت واحد معاه ام 4. انا معايا سكار، انا معايا سكار وهو معاه ام 4. عارف السكور ده بيعمل ايه فيك؟ انت عارف ياسين بيحب السلاح اللي انا قلته يا شباب اللي هو اسمه السكور ده. معشاق حاجة اسمها سكور. سكورل 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 سكورل. تاخد سكور؟ خلاص يلا بينا المدينة. يلا يا زوري يا زوري. شباب اسمعوا الاغنيه، اسمعوا الاغنيه الجديده دي. يا ظريف يا ظريف يا ظريف يا ظريف. مش لما انا فين مين دوري يا دفني. يا لهوي مش ورا الحيطة يا ياسين ده. هو انا كنت باين وهو جالي اصلا في المكان اللي انا كنت واقف هنا وهو كان هنا. حلو قدام. خلينا نستخبى هنا كده بس. الواد يلا هو ده بيرجع يطلع لقدام يرجع لورا. يلا بينا ماشي. ايه ده؟ زي يا ابني مش هيقدر يجيبني ان شاء الله. يا حرامي يا حرامي كلات. يا حرامي مين يا حرامي كلات؟ سوبر مان. يا لهوي يا عايز تكلمني قولي اشيل الكمام. لا مش عايز اكلم. لو ماشي لو انا مش عايز اللي يا سميكس يا سميكس يا سميكس. اوه سيدي سيدي لو على تحرك الام الام الخارة ده. انا هبوش انا هبوش هبوش هبوش. نجيب ايه؟ لا حرام يا الله على الغدر. ليه غدرين هم يا سي؟ لا تعرف ايه 90؟ في واحد اسمه ايه 90. يا ايه 90. يلا بينا انت قاعد عمال بتقول. يلا خلاص. واحد اسمه سيفينو 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 سيفينو. ايه الاسم الغريب؟ شفني
انت المفروض ما تقدرش تتكلم من الكمامة، تقول انا مش شايف من الكمامة. انا حاطط على العين. حاطط على عينك، مش كمامة اصلا دي، منظر كمامة دي. دي كمامة انا شايف. لا هو انا حاطها. يا زينو اسكت يا زينو. ده ابو سكوت، ابو سكوت، مين سكواد؟ مين ابو ابو واحد تاني واحد اسمه سكواد؟ يعني اربعة هم اتنين. الحمد لله مموت من اي حد الا بتاع التواصل. يا الله سيف اينو سيف اينو سيف اينو. حط كمان على ندخل شباب. احنا النهارده ندخل جماعة التحديات. موافق ياسين؟ موافق. هعمل التحدي. ايه هو بقى؟ انا بقف في جيم المكتبة على طول، على طول في جيم المكتبة. شغال تحدي. ايه هو؟ لازم تجيب الطاو، طاو فاهم؟ الطاو ماشي. في ثانية واحدة لو ما لقيتكش جبت الطاو. اكيد ثانية ليه؟ ما انا كله قدامي، كلهم بلاتينيوم حبيبي. دايموند، كراون، ايس، كونكر، كله قدامي. انت بتهزر؟ معاك ناس حلوين هيساعدوك. بس لا التحدي ده مش حلو. هو بص، لو انا تحداني ان انت ان انا موت واحد بالطاوله لما اركبها ماشي، ده التحدي. لو ما جبتش خالص وصاحبي هو اللي جاب، تجيب من بعيد مش من قريب. لا ما ينفعش. لا من قريب، من قريب. لا لا من قريب. لا لا من قريب. مش هعمل التحدي خالص. بص اسمع اسمع اللي انا هعمله. التحدي يلا خلاص هعمل زي ما انت قلت. انا هنعمل زي اللي انا قلته. يلا انا اجي، لو صاحبي لحق يبقى انا خسرت التحدي. ومش لازم من بعيد، من قريب. بسيطه بسيطه بلا جيتو. خسرت. هو ليه تلات جيمات ولا ماشي؟ انا اصلا خمسة، والجيم اللي فات انا خسرته خمسة خمسة، قصدي ماشي اربعة. الجيم خسرته اللي هو اللي فات. لا كان تحدي، بس كان هو التحدي. انا كنت بضحك عليكم وكنت بادئ التحدي. شباب تحدي النهاردة اصلا، يعني اللي هو الفيديو بتاع النهاردة تحدي ان انا اجيب الطاوة. يعني لا تحدي ان انا لو مت خمس مرات وانا معايا الطاسة انا كده خسرت. انا كده خسرت التحدي. خمس مرات وانا معايا الطاسة. وانت معاك سلاح يعني عشان التحدي يكبر بقى كويس. لا يا رقم اربعة. شفت واحد، شفت واحد من التيم بتاعه. لا احنا بص هنعمل ايه الحركة. ما هو ايوه الدايرة، دايرة حمرا. يعني ايه جوانها؟ ايه العدو اللي قدامي ده؟ هو الراجل اللي قدامي اللي ضدي. مش الكمبوره اللي كان ده وانت هجيب الواد صح؟ ابو لبسه الجزار. لا مش جزار، سانوس. الله الله. يلا كان مكمبر هنا هجيبه. لا بعرف. بص بص باين ازاي جبته. الله حتى وهو نازل لتحت كده. هو عندهم مش عندهم. اه
اكمبر زيه واطلع، انا اطلع الحته دي واي حد يجينا على طول من فوق اجيبه. يلا احنا قرود ونعملها. انا شمبانزي. انت شمبانزي؟ شمبانزي شمبانزي على اي شرق؟ شرق شرق مين؟ شرق مين؟ شجرة 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 بقرة 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 اثنين صح؟ تخيل لو جبتهم. لا عادي ما تتخيلش، انا هجيبه. بص اوريك ازاي الخدعة اللي ما حدش عملها قبل. ولد ده بكامورة. اغرب خدعة تيك توك. اي اغرب خدعة تيك توك؟ شنو هعمل؟ لا مش خدعة، هي مش خدعة. بص انا عندي حركة، لاني انا ذكي، انا ذكي. بص انا غبي، دلوقتي اللي قدامي غبي، هو اللي غبي مش انا. ازاي؟ خلع. اكل خلاص بقى. يلا الله عليك. هقول انت هاكل. انا ما جبتوش اصلا، انا ما جبتوش. لا انا باين. طب حلو، انا اطلع فوق كده واي حد اي حد ابلع بيبي. الحمد لله صحبنا انقذونا اخيرا. ايه ده؟ جبت واحد. ايه رايك بس عملت صح؟ صح؟ بس انا والله بحب الام. شيل اي حد من هنا والله العظيم هجيبه. وش ركز يا يونس، ركز 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 عشان التحدي هتخسره. لو تلت واحدة بس خلاص. لا لسه فاضل شوية يعني كلتين. لو جابني انا وصاحبي، لو كان جابني انا وصاحبي كان هجيب الطاو خلاص. لو جابك بمسدس وبعدين جاب صاحبك طاو. كفو 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 كفو. عايز تروح فين؟ الحمد لله صاحبي انقذني. فاضي شويه قهوه في حته بعيده دي على نكته جديده ساب الضحك عليا. فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده جبته صح؟ بعيدة في حتة بعيدة اهو، جبته من بعيد. ايه ده؟ كامبورة كامبور. خلاص فاضل له كلاية واحدة بس. جابها والله. المثل حبيبي انقذتني عشان هو. يلا بص يا سنة نعمل لقطة. اوي يا لهوي والطاسة ما ماتش. لا يلا فاضل لي اخر جيمين. شباب معلش اخر جيم، هم 3 جيمات بس عشان الفيديو ما ينفعش ازوده عن كده. ماشي؟ هو جبت طيب اخر جيم اخر جيم.
يمشي. يلا بره 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 المركب اللي توديه ما ترجعش بره. خلاص 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 بيعيط يا نونو. نونو ياسين النهاردة نسمي ياسين ياسين النونو النونو. عملت حركة برمان ايه؟ لا بص انا هعمل فيهم الحركة العبيطة ده. حاول ان انت تروح هنا يلا هوي على القنبرة. يلا هوي احسن حاجة الله نقعد مستقنسين كده. على فكرة انا عارف حاجة. ايه؟ طول ما انت موتته كده هو هيعرف مكانه. ايوه صح الله ياسين ذكي. عشان الناس اللي بتموتني انا بعرف مكانه. ايوه هو ده بقى. مش قلت لك بس الحلقه اللي جبت كلايه ايه ده هاكر بص يا سنه هموته ازاي اصلا حركه الاحتراق صعب هيموته. ايه ده ايه السهوله الموت اللي معاك. قولي يا شباب عرفت منين؟ لا انا اصلا فاضي يا ما بتنطش هتعصب على الكمبيوتر هكسره. فهمت أرجوك يا سينا اسكت يا سينا. انت بتلعب ببجي موبايل؟ انت بتقول ايه الكلام وخلاص؟ انا بلعب ببجي موبايل. خلاص ما الشباب عارفين ان انت بتصور معاه. خلاص يا كدوب امال انت قاعد دلوقتي؟ لا ما ده فيديو تاني بصوره بس. لا بس انت صورت معاه قبل كده ببجي ناس الجيم الليفك اخر فيديو نزلناه. لا والله جيم الليفك مش ناسي. كان اخر مقطع كده اخر مقطعنا اخش فيهم في الفيديوهات فدلوقتي مش اخش في الفيديوهات. ليه مش محدش فاهمك خالص يعني. المرة اللي فاتت كان اول مقطع طلعت فيه وتاني مقطع طلعت فيه اول مقطع ما طلعت كان اول مقطع اصلا عبارة عن صور. يا الله يا الله كمبرة الكمبرون والله كمبرون. سي
لا 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 يا لهوي على العبط. الواد كان تحت وانا مش شايف. اللندندينا الطربنتينا الكنتشا يلا شباب خلينا نكمل. بس في حاجة يوصين عايزين نجدة. انا عامل ايه دلوقتي؟ انا عامل من غير ياسين. انا اصلا كنت عايز ابين احترافي قدام ياسين. امدين احنا لسه امدين اللي منا معانا يندم. يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك يا اخي. بص احترافي شباب بص احترافي يا لهوي يا خضر يا الله يا لهوي. بص يعني احترافي موت من الطاسة. طبعا يا شباب نهاية الفيديو عجبكم لايك وتشتركوا في القناة مش مشتركين. ويلا نشوفكم حلقة جديدة وتاخدوا لقطة كده. يلا ديك شباب يلا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. Bye bye.